أصعب المواقف لما تكون وحيد وجايب نفسك وبدون تهديد لساحة التحقيق، بريء ولا مدان، رايق ولا طفشان، متوتر ولا مرتاح. أنا في الأول والأخير تهمني الحقيقة، الحقيقة بس، لأنك في التحقيق معبرك. هذا مكتب المحقق بريك. ايوه هذا اللي قلت لك عنه خطير جدا، ترى يسحب منك كلام انت ما تدري. لا ما عليك ما عليك. لكن شوف انا بنصحك نصيحه. ايه انا نصحت اللي قبلك حلو إيه؟ انهم ما يخافون وما يتوترون، لكن للاسف ما حد سمع كلام. لذلك خليك هادي، ريلاكس، لا تتوتر. حلو ياخذ نفس، ما عليك فيه. لا لا واذا ما عرفت شيء اجحد والله. حلو الله يعين. دقيقه لحظه قبل ما تخش الجوال، ممنوع تدخل في الجوال. أما إيه غرفة التحقيق هذه. طيب ما هي لعب. بشوف. مو لا 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 خلاص. بشوف أي شيء تحتاجه علمني. أوكي خلاص تفضل. الله يسعدك. حياك. المتهم يزيد الدوسري، اهلا. انت من وضعت نفسك في هذه الدائره، دائره الاتهامات ايه ودائره التحقيق. قد تحصل على الادانه وهذا ما اتمنى، وقد تحصل على البراءه وانت قدها ان شاء الله. خلفك كرسي ايه وطاوله وعليها شاشه، راح نعرض لك في الشاشه هذه اما مقطع مرئي أو صوت أو تغريدة. تمام. عندك خيار واحد أنك تستبعد، يا صوت يا فيديو يا تغريدة. خيار واحد فقط. خلاص تمام. عندك محامي لو احتاجته تقدر تستعين به. لا إن شاء الله ما أحتاج، أنا واثق من نفسي. تفضل على الكرسي. واثق. قدامك ملف، افتح الملف، اقرأ الكلمة اللي فوق في أعلى تعهد. تعهد ممتاز، اقرأ التعهد بينك وبين نفسك، وإذا أنت مقتنع وقع. تعهد بالجواب على جميع الأسئلة التي يطرحها علي مقدم برنامج بريك بكل صدق ووضوح، وألا أراوغ في حديثي وأجبتي. إذا ما أنت مقتنع تقدر تتفضل. لا لا بسيطة، مقتنع إن شاء الله. ممتاز. وقعت؟ بسم الله. اي وقعت. ممتاز. قفل الملف. جاهز يا زيد؟ اي جاهز ان شاء الله. عندك اي استفسار قبل نعرض المقطع؟ لا لا كل شيء واضح. متساهل الموضوع صح؟ ان شاء الله. قبلك كثير تساهلوا ترى. لا بسيطة بسيطة، انا واثق من نفسي، انا واثق من نفسي. اتمنى الثقة هذه تستمر الى نهاية الحلقة. ان شاء الله. على فكرة يا يزيد. تسلم. انت من متى في الاعلام؟ ما ادري والله، يمكن فوق 10 سنوات بس بالضبط. ما تدري ما كم مسيرتك الاعلام؟ لا بالضبط ما أدري صراحة. 10 سنوات تقريبا. قليل. طيب أنا فكرتك عندك 50 سنة كذا، عشان كذا مضيع. إيه لا لا بس أيه. ذاكرة الأيام مو مرة. وين وجدت نفسك في الإعلام؟ أكثر شيء ممكن منشد. منشد؟ إيه نعم. تخليت عن الإنشاد ولا نخلي هذا السؤال بعدين؟ لا ما تخليت عليه، بس خلينا نقول إني ركزت على أشياء ثانية، برامج سوشيال. ما في فلوس تقريبا. طيب جاهز نعرض الفيديو؟ يلا. الفيديو راح يعرض لك انت فقط. اوكي بتشوفه.
إذا ما عندك مشكلة وتملك الشجاعة أن يعرض للمشاهدين الكرام راح تعطينا الإذن ونعرض للمشاهدين. أبداً أنا إنسان صريح جداً. ممتاز، أتمنى ذلك. أعطونا الفيديو يا شباب، ليزيد فقط. يزيد. لا عادي جدا. نعرض للمشاهدين؟ اي اعرضه. اعرضوا للمشاهدين الكرام. هني الوالدين اول شيء. الوالدين اهم شيء، ابوك وامك. مين اكثر شوي، ابوك ولا امك؟ بصراحه. ها قول. كلهم اثنين. وكلهم اثنين مع بعض. طيب يلا، مين بعد ابوك وامك؟ وقرايبي وجداني. اها. واصدقائي. تحب ايضا تهني الجمهور ولا؟ الا الجمهور اهم شيء. والراس. هذه قناة تغاريد؟ اي نعم. السؤال حسنا. اجابة مختصرة اذا عندك تبرير بعدين. وينك عن المجد؟ خلينا نقول ويني عن القنوات بشكل عام. ساحب لان السوشيال ميديا يعني. تبي تعتذر للقنوات يا يزيد؟ سم؟ من خلال برنامجنا؟ كيف؟ تبي تعتذر للقنوات من خلال برنامجنا؟ مفروض هم يعتذرون. أنا سألتك فرصة. تحديداً وينك عن المجد؟ عن المجد؟ إيه. السوشيال ميديا خذانا. خذتك السوشيال ميديا. نعم. طيب نكتفي بإجابتك. في صورة تعرض لك بشكل خاص أنت. تمام. إن شاء الله تستمر ثقتك في نفسك وشجاعتك ونعرض للمشاهدين. عطونا الصورة يا شباب. نعرض يا زيد؟ اي عرض. عرض. اعرضوها شباب مشاهدين الكرام. طبعا صراحة نسيت اني صورت هالصورة. هذا الاستاذ والمنشد القدير محمد الجبالي. ارفع صوتك. اقول انا نسيت الصورة هذه صراحة، لكن هذه الصورة جمعتني مع المنشد القدير محمد الجبالي. وش يعني لك محمد؟ والله يعني لي شيء كثير صراحة، وشيء كنت من جمهوره. ودخلت الإعلام وصرت من أصدقائه، فهذا الشيء يعني صراحة يعني لي كثير. وأيضا الآن هالفترة مريض تعبان، فصراحة ما أخذ قلوبنا. الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. آمين. طيب أنت تقول يعني تعني لك الصورة هذا الشيء الكثير، صح؟ صحيح. بس كنت ناسيها. ناسيها فعلا، وكانت مهرجان. هو أي شيء يعني لك الشيء الكثير تنساه؟ ما هي رابط، هي ممكن كثرة التفاصيل وكثرة الأحداث خلنا نقول تخلي الواحد ينسى، ولكن الشيء الجميل يعني يبقى في القلب. يبدو أنك يا يزيد إذا حصلت شيء يفيدك الشيء الماضي تنساه تماما. لا، الماضي هو الأساس، واللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر. طيب علم نفسك. لكن ما هو بشرط يكون في الذاكرة، الشرط المهم أنه يكون في القلب، أن الذاكرة يعني متى ما حصل. أنت لا بقى عندك لا في القلب ولا في الذاكرة ولا في العقل. شلون ما تقدر تقول إنه ما بقى في كيف القلب؟ كيف ما تقول ناسيها؟ الذاكرة أوكي، أنا قلت لك إني ناسيها، لكن اللي في القلب إيش دراك عنه؟ ها؟ إيش دراك؟ هل أنت؟ لأن القلب هو اللي يعطي إشارة للعقل. مو شرط. اللي في القلب موجود في القلب. أشياء كثير في قلبك الآن أنت ما تطلعها لنا. يمكن ما تجي في بالك أيضاً. ما أتكلم شيء حتى هذا يعني. اشرب ما يزيد. لا ما يحتاج. ما يحتاج. ما يحتاج. طيب. طيب وش تقول محمد في هذا الشهر المبارك؟ محمد أخوي؟ محمد الجبالي. سم؟ محمد الجبالي. الجبالي الله يشفيك ويعافيك وتصبر يا صديقي، ترى يعني أنت الآن في فترة تكفير ذنوب والحمد لله على كل حال. طيب ناخذ فيديو ثاني؟ يلا. فيديو يعرض لك بشكل خاص. أعطونا الفيديو جماعة الخير يزيد. هاي زيد شفت لا الفيديو؟ اي ما يعرض ابدا ابدا ابدا. مو شيء يعني. ليش ما يعرض؟ ما اسباب كثيره، اسباب كثيره، لكن ابدا ما يعرض، مستحيل. في محامي تقدر تستعين فيه؟ ابدا. ما احس انه يعني خلاص لا يعرض، وجيبوا المحامي، انا احتاج المحامي. تبي المحامي؟ اي هذا من حقوقي، صح ولا لا؟ طيب احتاجه. المحامي تفضل غرفه يزيد.
ايش المشكله؟ شلوبه جابوا مقطع يعني جدا حساس وما اقدر اطلعه. انا ما ادري صراحه شلون وصل لكم، لكن المقطع يعني سيارتي اللي صدمت فيها، وصدق ان اهلي ما ودهم او امي خاصه ما تبي احد يشوف السياره. احنا نقدر راي الوالده لكن احنا نبغى اجابتك. انتهى وقتك يا محامي. يعني طيب. عق امي محامي جاوب على المقطع بدون ما يعرض. انتهى الوقت. طيب لو سمحت عشت. تفضل. تمام يعطيك العافيه. تحتاج شيء؟ ان شاء الله. تفضل. وين الشجاعة يا يزيد؟ وين الثقة؟ لا هذا شيء يعني أنت تبيني عق أمي؟ تبيني عق أمي أنت؟ ما طلبت منك عقوق والدتك. هذا من عقوق الوالدة أني أقول يعني هي قايلت لي لا تعرض المقطع ولا يوصل لأحد ولا أحد يشوفه فخلاص. طيب بنشوف صورة. يلا. وتعرض لك ولكن هي أوريدي يعني بعد ما تشوفها تعرض للمشاهدين. نشوف. بس لا 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 تذكرت في لا تعرضون الصورة، أعطوني مقطع صوت. في مقطع صوت أبيك تسمعه وبعده إن شاء الله نسمع المشاهدين الكرام. تمام؟ طيب أعطونا مقطع الصوت قبل الصورة يا أخوان. يعرض يا زيد؟ ما في خيار. يعرض 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 عادي إن شاء الله. أعرضوا المقطع الصوتي للمشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى نبض قلبي وروحي وحياتي يا زيد الدوسري. مرة عجزت أكتب رسالة له، لكن أعجز أقول له في كل شيء يسويه في حياته من يوم الصغير الله يرضى عليه، وتعلقه في أبوه، تعلقه فينا وخدمته واهتمامه فينا لحد اليوم. امتحان الله له، وإن شاء الله الله يجعله من الصابرين، وأنا أفتخر فيه لأنه قوي وبطل ما شاء الله. أنا الصراحة عجزت أسجل بدون صوت، ترى غصبا عني ما عجزت أسجل، لكن الله يرضى عليه ويرضى على خيانة، يعني كفى ووفى والله يرضى عليه ما قصر. وشكرا لكم جميعا. أول شيء يزيد واضح أن محبة أمك لك، وهذا مو بغريب على كل أم. يا جماعة الخير الأم شيء عظيم موجود معنا في الدنيا. أخوي الغالي أختي الغالية أنتم سمعتوا يعني محادثة يزيد أم يزيد اليزيد، يعني كلنا تحركت مشاعرنا سواء كان اللي أمه معه موجودة وجنبها الآن وتشاهد هذه الحلقة أو إنه فقد أمه وتحركت مشاعره. فالله الله 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 في الوالدة، الله الله في الوالدة، الله الله في الوالدة والأب كمان الوالد، لا تغفلون عنهم. ترى رزقك وحياتك وتوفيقك وغناك في ذا الدنيا برضاهم، تكسب رضاهم. أنا أهنيك يا يزيد على محبة والدتك، وأنا توترت وأنت توترت، فلذلك لابد أني أجيك بكمل معك السؤال في غرفتك. عندك مشكلة؟ عندك مانع؟ لا بالعكس أفضل يعني. أفضل؟ أي عجب الطود. هذا أنا جايك. مقطع الوالدة هو اللي جعلني أجيك، وأنا جيتك ومعي ملفات، لكن بكمل معك سؤال يخص الوالدة الله يطول في عمرها، ثم من بعدين أرجع لنفس الأسئلة السابقة اللي كنت أسألك إياها من المكان الثاني. في موقف يعني صار تحس إنك يعني ضايقت الوالدة فيه ودك تعتذر لها من خلال برنامجنا؟ والله فيه، بس ما أقدر أذكر الموقف، بس بعتذر لها. أنت راحت علومك يا ولد،
يا أخي الثقة راحت لا هذه ما لها علاقة في الثقة هذه أسرار والشجاعة راحت والأمور وطلبت المحامي أقول لك شيء الحين في موقف أنت كويس طيب ماشي موضوع الوالدة ممتاز خليني أقول لك استفادوا الناس رسالة زين لكن يعني موقف صاير ودك تعتذر لوالدتك خلاص أبشر بقوله طيب تقوله طيب قوله من أول لا تقول بس ما يعني أوكي طيب بقوله طيب قوله هو الموقف كنت أسوق أنا بالسيارة وأنا أحيانا جيني أعصاب وأتوتر فصار موقف كذا ورفعت صوتي على أمي وزي كذا وكانت هي توترت بعد فموقف كان في رمضان مو هذا الماضي أتذكره زين يعني كان موقف يعني سيء ويعني لازم أعتذر لأمي من هذا المكان أنا مرة آسف يا أمه والله ما كان قصدي وعلى الأعصاب والدم وقتها ما هو اللي تحكم فيني مو بعقل اللي تحكم فيني إن شاء الله أصابك تكون هادية معنا لا إن شاء الله معكم هادية إن شاء الله ها والوالدة قلبها كبير بتسامحك لكن احنا ممكن ما نسامحك لان قلوبنا ما هي زي قلوب الوالدة كل فعل ردة فعل قلب الوالدة عفوا انا قلت قلوب الوالدة حطيت لها 20 قلب ها مضبوط طيب برجع للفيديو الفيديو برجع له لكن عندي سؤال انت دائما تطرق الشائعات على نفسك انك مت انك توفيت هذا العالم مو صحيح ليش؟ عالم ما هي بصاحي ولا انت ليش انا بقول اني انت تفتعل هاي الاشاعات ولا ها انت اللي تسوي ليش بسويها وش بستفيد ترند وين ترند بموت احد ما هو ترند هذا اسوأ ترند اذا انت تشوف مشاهير مستغلين هذا الموضوع موضوع موت شخص ترند انا ابدا مو من اهل الاشخاص يعني ما تفتعل انت لا ابدا انا اصلا ما قد سويتها عند احد عشان اسويها لنفسي لا هو نفسك يعني ايش الناس بديهي انا وقولوا ان يزيد توفى رحمه الله عليه لا انا اشوف السؤال هذا اصلا ما له داعي مش اللي اتقول عن نفسي اني ميت انت ما انت الداعي وما له داعي هذا يخصنا احنا ما يخصك انت يلا احنا نسال وانت تجاوب اي لا الناس تقيم الشغل هاي خلي الناس تقيم انا اسالك عن دائما تنطلق عليك اشاعات ان يزيد توفى وصلت الاجابه انه مو بنا مو بنت اي نعم طيب راضي لا طبعا ما انت راضي ابدا طيب ما حاولت انك تاخذ حقك يعني منهم في أشياء أكبر صارت ولا حاولت أخذ حقي منهم لأن ما عندي وقت وش بروح ألاحق ذا وذا وذا ومسامح لا مسامح إن شاء الله طيب أرجع معك إيش رأيك في إثارة الجدل إثارة الجدل هذه وسيلة الآن يستخدمونها أكثر الناس ما أشوف أنها وسيلة جيدة صراحة يعني تقدر توصل اسمك تقدر تسوي يعني تسبب ردة فعل جميلة تقدر بمحتوى جميل بس ما مو شرط انها تسوي اثر الجدل ما ايدها صراحة وينك عن الانشاد موجود ان شاء الله في شيء قريب غيرت من ناحية من الانشاد للاغاني وش مقياسك على هذا الكلام انا اسألك لا وش مقياسك يعني موسيقى دخول موسيقى اي لا ان شاء الله ها لا ما غيرت لا وهو الشيء الاكيد والشيء الثابت باذن الله المحتوى نفس المحتوى نفسي انا اللي يزيد طلعت في المجد قبل 12 سنه نفسي انا اللي راح اكون ان شاء الله بعد يعني ما دخلت الموسيقى ولا شيء لا الحمد لله تاكد علمني انت صحح لي ما ندري انا اسالك وانت عاد اي لا أنت أكيد أنك أخبر بنفسك طبعاً ها؟ طبعاً الحمد لله واثق طيب تسمعنا شيء بصوتك؟ أبشر سمعنا يا وطن راس الشموخ وهامتا هز الضلوع يسير في عقله جنان إيمان شعبه راسخ في شهادته رجال ما تلقى بهم واحد جبان رجال ما تلقى بهم واحد جبان صح صوتك صح بدنك دخلت شخص متناقض متناقض؟ ايه كيف بالله؟ علي أتعلم منك قلت أنا واثق في نفسي
دخلت هنا وقلت الحمد لله جميع الفيديوهات راح يعني بتعرض ان شاء الله. هذا كنت وفي الاخير حجبت فيديو واحد عن المشاهدين الكرام لانه هو الموضوع يعني موضوع طلبت محامي موضوع الرفض ما هو ليش يا زيد انت كويس يا زيد بس عندك الثقه الزايده هذه المشكله الحمد لله. ويعني تعتقد لما وقعت على الملف انا قلت لك قبلك ناس قالوا سهله سهالات صح؟ اي ما هي سهالات. الناس تسال عن الفيديو انا متاكد المشاهدين الكرام الان انهم يبغون فضول الناس الناس عندها فضول وش الفيديو وش الفيديو عشان كذا انا راجعت انا والاعداد وقلنا بنعرض الفيديو. لا ما راح تعرضونه. ليه؟ اني قلت لا الفيديو ما في ان شاء الله مشكله. لا لا حتى لو عرضناه ما في مشكله علينا حتى حنا. لا عليكم مشكلة. لا ما علينا مشكلة. وش المشكلة؟ الفيديو طبيعي يعني أحس إنه طبيعي. أنت بس اللهم أن تلبية طلب الوالدة أنك ما أنه ما يعرض صح؟ مع احترامي إحساسكم ما هو محله وأصلا ما مهم إحساسك لأن خلاص أنا قلت لا يعني لا. ما علينا منك. أنت من البداية أنت رجال وضحت لي. أنت رجال موقع. أنا ما استضفتك أنا قلت لك. أنت وضحت لي. أنت من وضعت نفسك في هذه الدائرة دائرة الاتهام والتحقيق لذلك الفيديو ما في شيء. ما في شيء مخل. انا استاذنتك. هو مو شرط اقنعك. انا قلت لا بس لا بنعرضه. لا ما لا 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 يا جماعه اعرضوا بضركم اعرضوا الفيديو يا جماعه الخير. تعال 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 اعرضوا الفيديو. انت تقول موقعين صح؟ من اللي وقع؟ لا تشق لا تشق. متى وقعت؟ لا تشق يا يزيد. من اللي وقع؟ من انت اللي وقعت؟ انت اللي وقعت. وقعت شيء؟ اي وقعت هذه الورقه. شوف اسمع ابى اقول لك شيء ابى اقول لك مسوي انت اسمع اسمع مصور كل شيء ترى ورا كل شيء حتى الزوم على التصوير ما يكفي لازم شيء ورق زوم على التعهد موجود لازم شيء مكتوب عموما لازم شيء مكتوب انت لا ما يعرض لو بيعرض ترى انت متنظرون تبي البرنامج يتقفل تبي شيء يضرك انت دلة ما ابي لك ما ادلتك غير مكتمله لا لو سمحت تفضل اشرب برا واضح انك مرتبك هذا شاعر ادبي بالفصحى لكن عنده مشكله في بعض في بعض القصائد غير مقفاه وما هي موزونة الحين نشوف ايش موضوعها المتهم التالي مهند الفيصل